زوم سانتي. في زوم سانتي كالعادة نقدم لكم آخر التحقيقات الطبية والعلمية في تونس وخارج تونس. اليوم باش نحكي لكم على الحملة الوطنية للتدارك ضد الحصبة، هذا اللي كانت شرعت فيه اليوم الإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة. أكثر التفاصيل علاش كيفاش شكون المعنيين، هذا اللي باش نعرفوه مع ضيفتنا اليوم دكتور أحلام أكزارة مديرة الرعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلقيح بوزارة الصحة. دكتور أهلا وسهلا. أهلا بك، نشكرك على تدخلك معنا. انطلاق الرسمي لحملة وطنية للتدارك ضد الحصبة. وي اكزاكتومون، اليوم ان شاء الله تنطلق حمله التدارك للتلقيح ضد الحصبه في كافه المراكز الصحه الاساسيه اللي هي من اصلها تعطي تلقيح للاولاد الصغار. الحمله هذه من نهار 3 جانفي الى نهار 15 جانفي. علاش الحمله هذه نتاع التدارك؟ أيه. على خاطر تونس عاشت في 2019 انتشار نتاع حالات الحصبه مع ارتفاع العدد اللي وصل فوق ال 4000 حاله. 35% من الحالات هذوما مسوا اللي اعمارهم 20 سنه فما فوق. تعمل بحث مصلي اونكيت سيرولوجيك. ورات اللي فما شريحه عمريه هي اللي هي اقل حصانه ضد مرض الحصبه. هذاك علاش اللجنه الوطنيه للتلقيح اوصت بتلقيح اللي توا اعمارهم ما بين 26 و 38 سنه. معناتها اللي مولودين من عام 1983 و 1995. الحصبه خاصه كي تجي في عمر معناها كبير شويه، مش كيما الصغار بالكل، تعمل مضاعفات توصل حتى الاختيره. أيه. منها الالتهاب العصبي والالتهاب الرئوي. وتوصل حتى للوفاه. صحيح، هذا ونذكر انه في عام 2019 كانت عندنا 49 حاله وفاه جراء مرض الحصبه. دكتور هكا 39 حاله وفاه جراء الحصبه وصلنا لها في 2019. وكما قلت لك البحث المصلي وراء اللي فما شريحه عمريه هي اللي مش محصنه كوم يلفو ضد مرض الحصبه. الشريحه هذه هي 26 38 سنه، هذاك علاش نحن نوجه لهم اليوم نداء باش يتنقلوا لمراكز الصحه الاساسيه يعملوا اللقاح ضد الحصبه، لكن فما استثناءات. اللي اعمارهم ما بين 26 و 38 سنه صحيح يتوجهوا للمراكز، الا الاشخاص اللي مرضوا بالحصبه في الصغر نتاعهم. معناها اون لا كونفيرماسيون اللي هو متاكد اللي هو مرض بالحصبه هو صغير. العباد اللي عندها اللي تلقات زوج جرعات في الطفوله نتاعهم يكون هذا شيء موثق على الكرني نتاعهم ماك الكرني الاخضر. المراه الحامل توا زاده ما تنجمش تعمل التلقيح هذايا، ولا المراه اللي تنوي الحمل في الشهر اللي هو بعد التلقيح قد. في الشهر اللي هو بعد التلقيح قد هذه زاده الاستثناء الرابع. تنوي الحمل الشهر اللي بعده قد هذيك ما تلقحش. خاطر فما ماك تعرف فما نساء تداوي وساعات تبدا بروغرامي لا غروسيس في وقت معين. والا كي نلقحوا يلزم نقعدوا على الاقل شهر ما نحبلوش. فهمتك. دونك هذم هما الاستثناءات. هذوما التلقيح باش يكون جرعه واحده لتعزيز المناعه واكتساب المناعه ضد مرض الحصبه. نحن رينا في بلادنا برشا حالات وبائيه عام 92 عام 99 2012 واخر واحده 2019. هذاك علاش نحن نتحضروا اذا كان فما وضع وبائي اللي يقدر يجينا في الاعوام المقبله تكون الشريحه العمريه هذه اللي هي اقل حصانه هذيك يتم تعزيز الحصانه نتاعها. جوست حبيت نذكر اللي راهو التلقيح نتاع الكوفيد ينجم يتماشى مع التلقيح ضد الحصبه. بالنسبة للعباد اللي ما لقحتش وتنوي باش تمشي تلقح، نجم فرد نهار تلقح ضد الحصبة وضد الكوفيد 19 كل واحدة في يد كل واحدة في ذراعها. ينجموا فرد نهار معناتها ناخذ تلقيح الكورونا وتلقيح الحصبة. ينجموا فرد نهار والا على قليلة ما بيناتهم 15 يوم. ينجموا به. بالنسبة للعباد اللي تو مثلا مازالوا كيلقحوا يستناو 15 يوم. به. جوست نحب نأكد اللي راهو صحيح فما الكوفيد واللي الحملة نتاع التدارك هذه وخرناها برشا مرات، لكن زاد فما استمرارية في الخدمات. الخدمات نتاع الصحة الأساسية راهي ما توفاش. يلزم كيف كيف نكونوا ديما في توجه استباقي، ما نستناش حتى تجينا لا يقدر انتشار وبائي جديد
مضاعفات ولا وفيات يعني. وكما قلت لك فما شريحة عمرية هذيك هي اللي أنا نقول هي ساعة. أول حاجة مش محصنة هذوما عندهم أولاد صغار اللي هما بيدهم ينجموا يمرضوا بالحصبة وينجموا يعديوهم. دونك هذاك علاش هو نداء باش الأشخاص هذوما اللي هما معنيين بالعمر ما بين 26 و 38 سنة باش يتوجهوا المراكز الصحة الأساسية يتلقاو التلقيح نتاعهم. ونعاود نذكرهم أنه التطعيم هذا هو لقاح ثنائي ضد الحصبة والحصبة الألمانية. هو اكزاكتومون هو تلقيح ضد الحصبه ولا الحصبه الالمانيه فرد وقت. هذاك هو التلقيح اللي موجود في تونس لو فاكسان ار ار روجول روبيول اللي نطعموا به بطبيعتنا اولادنا الصغار اللي في مراكز الصحه الاساسيه. هو فرد نوع من التلقيح. دكتور احلام اكزاره مدير الرعايه الصحه الاساسيه وعضو لجنه التلقيح بوزاره الصحه، ان غرو ميرسي لتدخلك معنا اليوم على رجل حياه فم. زوم سانتي.